هي إحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم وأغنى اللغات في مفرداتها ومرادفاتها، إذ تضم أكثر من 12 مليون مفردة. إن للعربية ليناً ومرونة يجعلانها تتكيف وفقاً لمقتضيات العصر، وهي اللغة الوحيدة التي دامت واستمرت لأكثر من 15 قرناً. دقة اللغة العربية في التعبير، فلا يوجد لغة تضاهيها في ذلك، وقد تعهد الله تعالى بحفظ لغة كتابه، فهي لغة القرآن العظيم. الإمام الشافعي: لسان العربية أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. الألماني يوهان فاك: لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. الإيطالي كارلو نيلينو: اللغة العربية تفوق سائر اللغات رونقا، ويعجز اللسان عن وصف محاسنها. المستشرقة زيغارد هونكا: كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟